تفاصيل أكتر من زميلنا كريم أحمد. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك زميلي محمد الجندي وتحياتي لكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. قول لنا أهلا بيك يا كريم وبنسعد بمشاركتك معنا. عايزين نعرف آخر المعلومات اللي ممكن تقولها للرأي العام ولجمهور قناة الأهلي دلوقتي عن استعدادات الفريق وآخر ما وصلت إليه من خلال متابعتك هناك من موقع الحدث. لو برجع معاك سريعا لمعسكر فريق النادي الاهلي هنا في برج العرب اللي انطلق من يوم السبت، الحقيقه يمكن اجواء كلها حماس كلها جديه، في تركيز كبير جدا زي ما قلنا. معسكر النادي الاهلي مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره، مستر باتريس كارتيرون المدير الفني، فارض حاله من التركيز، حاله من التركيز الشديده جدا داخل معسكر فريق النادي الاهلي. مباراه غايه في الصعوبه كما تعلم، لكن زي ما بنقول الثقه الكبيره اللي عندنا في لعيبه النادي الاهلي، في الجهاز الفني، في جمهور النادي الاهلي اللي عليه عامل كبير جدا في مباراة الغد إن شاء الله يكون هو السند الحقيقي كالعادة لفريق النادي الأهلي، ويكون تشجيع النادي الأهلي فقط داخل المدرجات، وإن شاء الله تكون المباراة من نصيب النادي الأهلي. لو أيضا كمان بنتكلم على اليوم بشكل عام، النهاردة يمكن فريق النادي الأهلي كان في غداء في الساعة 2 ظهرا، ثم توجه الكابتن محمد يوسف القائم بأعمال لمدير الكرة والمدرب العام والكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق النادي الأهلي إلى الاجتماع الفني اللي كان متواجد في فندق الإقامة. بشكل عام يمكن الأمور الاعتدادية في الاجتماعات الفنية الخاصة بالمباراة الأفريقية. أيضا كمان لو بنتكلم على الزي اللي هيكون في النادي الأهلي، الأحمر في الأبيض في الأحمر، الزي الآخر لتاون شيب الأزرق بالكامل، حراس المرمى بالنسبة للنادي الأهلي هيكونوا الزي الأخضر، على الجانب الآخر هيكون الزي البينك لفريق نادي تاون شيب. يمكن التعليمات العادية اللي هي طبعا بتقال في كل المباريات الأفريقية، وحضور الفريق يكون قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، لكن الحاجة الوحيدة اللي قلنا عليها يمكن فريق تاون شيب بنبه بشكل كبير ان يكون صبيه الملعب او الاولاد اللي يكونوا متواجدين حوالين الملعب اللي بيكونوا طبعا بيساعدوا في دخول الكره في الملعب يكونوا متوفرين بشكل كبير. هم اشتكوا قبل كده خلال مبارياتهم الاخيره ان قابلوا صعوبه جدا وخاصه في الشوط الثاني في هذه المرحله بالنسبه لي، ما كانش بيقولوا ما فيش حد كان متواجد خارج الملعب بالنسبه لي الاولاد اللي بيتواجدوا بشكل عام، فاكدوا عليها. ويمكن كانت تعليمات من مراقب المباراه سانوسي محمد النيجيري ادى التعليمات دي بالنسبه لي للنادي الاهلي، وكان موجود كمان العميد علاء صلاح الدين مدير امن النادي الاهلي اتكلم كمان على ان يكون الامن المتواجد داخل المستطيل الاخضر يكون خلف الدكك الخاصه باللاعبين او البدلاء، ما يكونوش داخل المستطيل الاخضر، ويمكن بالفعل تمت الموافقه. الامور كانت ماشيه بشكل طيب بالنسبه للاجتماع الفني، الامور كلها اعتياديه، وزي ما بقول لك انتهى الاجتماع الفني ومنها مباشره اتوجهنا الى استاد برج العرب حيث المؤتمر الصحفي الاول لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني اللي بدا في الساعه 5:30. بشكل عام طبعا كان في بعض اسئله للصحفيين، الكابتن حسام عاشور ايضا كمان كان متواجد كابتن فريق النادي الاهلي. لو بخص حسام عاشور يمكن اتسال على مدى صعوبه هذه المباراه، ازاي اتكلم مع اللاعبين وخاصه اللاعبين الكبار. صرح حسام طبعا قال يمكن اتحطينا في مواقف اصعب من كده في البطولات الافريقيه على مدار السنين الماضيه، كلنا تركيز واخدين عهد على نفسنا ان شاء الله ان احنا نصحح المسار. اتمنى التوفيق لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني في اولى مبارياته مع النادي الاهلي، واخدين اللعيبه بصراحه وعد وشايفين تركيز كبير من خلال المعسكر، وزي ما بنقول ان شاء الله يمكن نتمنى التوفيق كمان لطاقم التحكيم الجزائري اللي يكون في هذه المباراه، وايضا كمان يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. كريم عايز اسالك على حاجة مهمة من خلال متابعتك لموقع الحدث، من خلال وجودك يعني دقيقة بدقيقة مع الفريق ومتابعتك لاستعداداته وشغل الجهاز الفني وتحركاتهم تصريحاتهم للإعلام كل التفاصيل دي، إيه المصطلح اللي ممكن توصف بيه حالة الفريق النهاردة قبل مباراة بظروفنا الحالية بعدد النقاط بموقفنا في المجموعة؟ هل هو تفاؤل حذر؟ هل هو حالة قلق؟ هل في خوف من المباراة؟ هل وصل الجهاز الفني مع اللاعبين لحالة استيعاب وتجانس كامل، ودي التجربة الأولى لكارتيرو مع الأهلي وبقاله فترة قصيرة طبعا بيجهز فيها حاجات كتير جدا فنية وبدنية مع الفريق، يعني توصف حالة الفريق فنيا ومدى التناغم بين الجهاز واللاعبين ازاي؟ تقيمها ازاي؟ لو بنقدر نقول تفاؤل يمكن حذر شويه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، في تفاؤل وفي تركيز في نفس الوقت، لكن انت عارف زميلي محمد طبعا صعوبه هذه المباراه. يمكن مستر باتريس بيتكلم بشكل مستمر مع اللاعبين، اللعيبه بتتكلم بشكل مستمر لان الموقف صعب كالعاده بالنسبه لإحنا للنادي الاهلي نقطه واحده، لكن لسه الكوره في الملعب، لسه المباراه متواجده، وده اللي بياكد عليه الجهاز الفني بشكل كبير. ويمكن كلمت كمان مع حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي وقلت له مدى كلمات الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي سواء
في الكلمة اللي ذاعت طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي للجمهور وإلى اللاعبين، وأيضا كمان الاجتماع المصغر لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، قال يمكن كان لها مردود كبير جدا على اللاعبين، كنا بنتمنى تكون المباراة في نفس اللحظة في نفس الدقيقة، بعد طبعا الكلمات الحماسية من الكابتن محمود واللعيبة وعادته بشكل كبير إن هي هتبذل أقصى ما في وسعها في هذه المباراة، وإن شاء الله تكون المباراة من نصيب النادي الأهلي. زي ما بقول لك في تفاؤل لكن في حماس وفي جدية وفي تركيز كبير جدا، ده اللي شايفينه في التدريبات، شايفينه في فندق الإقامة. كعادة لعيبة النادي الأهلي بيكون في بعض التهريج مع اللاعبين، لكن الحقيقة من يوم السبت من بداية هذا المعسكر شايفين تركيز تام، ودي يمكن فعلا حالة بتنعكس بشكل كبير على اللاعبين، واضح جدا 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 أن لعيبة النادي الأهلي هذه المباراة إن شاء الله هتكون من نصيب النادي الأهلي نظرا للجدية الكبيرة في هذه المعسكر أو في المعسكر الخاص هنا ببرج العرب. عايز أروح معاك للتدريب اللي بدأ زي ما بنقول في الساعة 6 مساء. بشكل عام كان تدريب في بعض الجرعات البدنية، بعض التكتيك البسيط اللي كان يمكن حذر شوية مستر باتريس الكارتيرون هو يضح الصورة أو تتضح الصورة بشكل كبير، لكن عايزين نقول يمكن اللي لمسناه شفناه من خلال التدريب أو تدريب الأمس النادي الأهلي يمكن هيخوض هذه المباراة بتشكيل إن شاء الله يكون مميز جدا، الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول في خط الظهر، في المنتصف عمرو السوليه وحسام عاشور، مؤمن زكريا، وليد سليمان وجونيور اجاي ووليد ازارو. بنتمنى ان شاء الله زميلي محمد تكون التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش فيه اي اصابات اي اجهادات خلال الدقائق القادمه او خلال غدا في الاحماءات، لان يمكن النادي الاهلي يعني المباراه دي بالنسبه له عنق زجاجه زي ما بنقول، تكون ان شاء الله مباراه جيده للنادي الاهلي. ولو فيها استفسار زميلي محمد اتفضل. طيب في سؤالين هنسمع يعني اجابتك عنهم سريعا، زميلنا كريم أحمد من برج العرب في الإسكندرية، بالنسبة للتحكيم بعد متابعة الجهاز الفني لأشرطة المباراتين السابقتين، هل هو مطمئن لمستوى أداء أطقم التحكيم في البطولة الأفريقية؟ هل عنده أي تخوف من قضية التحكيم بعد متابعته لأي أخطاء تعرض لها الأهلي أو كانت على حساب الأهلي حتى وإن كانت بتحدث في مباريات كرة القدم وغير متعمدة، ولا هو مطمئن ومش منشغل بقضية التحكيم؟ في اطمئنان زي ما انت بتقول، لكن كان في تعليمات في الاجتماع الفني بعدم الاعتراض على التحكيم، وده كان يمكن تحذير شويه من المندوب الخاص من الاتحاد الافريقي اللي كان متواجد، لكن زي ما بقول لك مستر باتريس في المؤتمر الصحفي اتسال على هذا الامر، واتسال كمان على هيقدر يعمل ايه في هذه المباراه، الموقف صعب جدا بالنسبه له، وكمان كان في سؤال يمكن كان ليه يعني مستر باتريس ما جاوبش عليه بشكل صريح، ان هو اتسال قال هل انت تعاقدك مع النادي الاهلي شرط عليك مجلس الاداره او الشرط بشكل عام ان انت تحصل على البطوله الافريقيه او انت تكسب هذه المباراه، يمكن الرجل ما حاولش يجاوب في هذا الامر وجاوب بشكل عادي وبشكل طبيعي جدا. يعني بعض الاسئله بتبقى من الصحفيين ليها مغزى شويه احنا بنبقى فاهمينه، بما اننا طبعا بشكل كبير متواجدين مع الفرقه. رد مستر باتريس قال انا مركز مع فرقتي، مركز بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في هذه المباراه، شرف ليا ان اكون متواجد مع النادي الاهلي، النادي الاهلي مطالب بالفوز في هذه المباراه، وان شاء الله جمهورنا يكون معانا، ان شاء الله يكون التوفيق معانا. اتمنى التوفيق كمان لطاقم التحكيم الجزائري اللي كان متواجد النهارده في استاد برج العرب، يعني تابع شويه من تدريب النادي الاهلي وكان متواجد. زي ما بقول لك بشكل عام الامور مطمئنه، الامور جيده للنادي الاهلي، وان شاء الله غدا جمهور النادي الاهلي يكون ليه سر التاثير الكبير جدا على النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، يكون تشجيع فقط للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. زميلي محمد طيب اخيرا، هل لما بيسال من الاعلاميين من الصحفيين من كل المجموعه الموجوده وانت واحد منها طبعا يا كريم هناك في الاسكندريه، بيسال كارتيران عن رايه وانطباعه عن الدوري العام المصري، عن حديث اتحاد كرة القدم عن ضغط الجدول وان الموسم ده استثنائي وان الجدول هيبدأ نهاية هذا الشهر نهاية شهر يوليو، يعني هل الامور دي هو منشغل بيها دلوقتي وبيقول انطباعاته عنها، ولا بيرجئ اي حديث عن هذا الامر الى ما بعد الجولة الافريقية؟ لا، يمكن مستر باتريس الحديث كله بيصب في المباراة، اي اسئلة كانت بتكون موجهة سواء في المؤتمر بشكل عام او خارج المؤتمر من زملائنا الصحفيين اللي بيكونوا متواجدين، الراجل الحقيقه يمكن مركز بشكل كبير في المباراه، فارض سيطره، فارض تركيز كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، وده منعكس عليهم جدا، الراجل مأجل كل الامور ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، لكن المباراه بالنسبه له هي الاولى، جمهور النادي الاهلي.
جيدا ان هذه الامور كلها تكون خلال الفتره القادمه، لكن في البدايه لابد ان شاء الله تكون المباراه الغد هي مباراه النادي الاهلي الاولى اللي يحقق فيها الفوز باذن الله. زميلي محمد، هل في اي توصيات قبل المباراه بيوم واحد للجماهير، معلومات خلاص عرفتوها من اللجنه المنظمه للمباراه او من بعد الاجتماع الفني السابق على المباراه، اي امر ييسر المهمه على الجمهور في الخروج والدخول ويساعد في تامين الجماهير، مطلوب تكون متواجده الساعه كام، هل انتهت كل التفاصيل دي وممكن تقول لنا بعض التفاصيل او توجه رساله للجمهور دلوقتي عن المعلومات اللي عندك عن الساعات الأخيرة اللي هتسبق المباراة، ولا ده محتاج نتكلم مع واحد من المختصين بالأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة؟ اكيد طبعا، اكيد المختص طبعا هيكون اكثر مني افاده، لكن المعلومه اللي انا اقدر اقولها لك من هنا ان تم بالفعل خلاص تامين الاستاد غدا صباحا، هيكون في استلام وزاره الداخليه او بالخارج وبالداخل طبعا كالعاده استاد برج العرب استاد القوات المسلحه. الامور هنا يمكن تنظيميا هتكون على اعلى مستوى. كان معايا مدير الامن النادي الاهلي العميد علاء صلاح الدين اللي اجتمع ايضا كمان مع قيادات وزاره الداخليه وايضا قيادات القوات المسلحه. كل التنبيهات كلها بتقول ان جمهور النادي الاهلي يدخل المدرجات يشجع النادي الاهلي فقط، في تسهيل هيكون كبير جدا 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 لجمهور النادي الاهلي من سواء الشركه اللي تكون متواجده في الامن وايضا كمان وزاره الداخليه والقوات المسلحه. بنشوفه هنا سواء من العميد صبري طبعا المتواجد هنا وبيقوم بشكل كبير ومجهود رائع جدا، بيقول احنا بنتمنى يكون في اكتر من كده، بنتمنى يكون في اكتر من 10,000، ما يبقاش العدد اقل من كده، لكن التزاما طبعا بتعليمات الامن ال 10,000 ان شاء الله يكونوا متواجدين يقودوا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله الدخول والخروج يكون فيه سلاسه وسهوله كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي هو سند فريق النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراة. بشكرك جدا على المعلومات اللي تابعناها معاك من خلال هذه المشاركة معنا، زميلنا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والمتابع لاستعدادات والمعسكر الفريق السابق على المباراة أو الأيام الأخيرة أو اللحظات الأخيرة من استعدادات الفريق للجولة الأفريقية غدا من برج العرب. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا.